أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام على أهمية رعاية النشأ بجميع فئاتهم الاجتماعية وضرورة توفير البيئة الصحية المناسبة لنجاحهم وتفوقهم ليشاركوا في عملية البناء والتقدم والإسهام في تطوير مجتمعهم ووطنهم، مثمنا معاليه ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين من عمل خيري واجتماعي وإنساني، ومضيفا معاليه بأننا اليوم نستمد هذه الروح من نهج صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى فجلالته حفظه الله الراعي الأول للعمل الخيري والأب الحاني على جميع أفراد شعبه، وهو استكمالا لنهج الأباء والأجداد وما عرف به شعب البحرين الوفي. جاء ذلك خلال رعاية معاليه للحفل السنوي الذي تقيمه جمعية السنابل لرعاية الأيتام احتفاء بتخرج ما يزيد عن 38 طالب وطالبة من أبناء الجمعية. من جانبه قال فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام إن الجمعية وضعت أفضل البرامج التعليمية والدعم الاجتماعي لتوفير كل سبل النجاح للمنتمين للجمعية، وليتسلحوا بسلاح العلم والقيم الأخلاقية ليسهموا في نهضة وتنمية وطنهم البحرين، مقدما الشكر لمعالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة على رعايته للحفل ولدعمه المستمر لجميع برامج الجمعية التطويرية. وبهذه المناسبة لا يسعني سوى تقديم الشكر والثناء لكل من أسهم في هذا النجاح والتفوق، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس مجلس الإدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الجمعية على ما يقومون به من عمل دؤوب وجهد مشكور لخدمة أبنائنا المنتمين للجمعية وما يطرحونه من برامج ومشاريع خيرة ومميزة لتطوير أعمال الجمعية التي خدمت بلا شك أبنائنا وبناتنا وأسهمت في تعليمهم التعليم الجيد ورعايتهم الرعاية الأبوية من خلال توفير بيئة أسرية تربوية مميزة. أيها الأبناء الأعزاء، نبارك لكم هذا النجاح والتفوق، فإنكم اليوم وبعونه تعالى ستشاركون وستسهمون كأبناء بررة لأهلكم ولوطنكم في عملية البناء والتنمية وكل ما فيه خير لكم وخير بلادكم البحرين.